السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى تحليل أداء الدولي الجزائري رياض محرز في المباراة التي جمع بين فريقه مانشستر سيتي وفريق نادي أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. طبعا المباراة كانت صعبة ومعقدة على فريق مانشستر سيتي، حيث كانت مباراة قوية بين الفريقين، وكان أتلتيكو مدريد رائعا اليوم، وكذلك السيتي عانى في المباراة كثيرا. بالنسبة لريال محرز قدم مباراة كبيرة ورائعة من ناحية الأداء وحاول التسجيل بعد تسديدة. هنا نلاحظ تمريرة رياض محرز في العمق، التمريرة كانت رائعة، تمريرة جيدة وراء أظهر المدافعين، تمريرة أعطى بها حل رائع للاعب كاي ووكر، وكانت تدخل الدفاع سوف يكون هدف محقق. هنا كذلك لقطة محرز الفنية الرائعة بعد مراوغته للودي، وتمكن من العبور الى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة، لكن اصطدمت في المدافعين. طبعا هنا الخريطة الحرارية للاعب الجزائري محرز في المباراة. طبعا جميع التحركات تكون في مركزه او على الرواق الايمن من هجوم نادي مانشستر سيتي. على العموم رياض محرز قدم مباراة كبيرة اليوم وجيدة، وفي الشوط الاول تحرك واعطى حلول هجومية رائعة، وكذلك شاهدنا المساندة الدفاعية التي يقوم بها الدولي الجزائري ويساند كاي ووكر كثيرا في الهجمات المرتدة لفريق أتلتيكو مدريد الذي كان يقوم بهجمات مرتدة خطيرة. شاهدنا رياض محرز يرجع إلى الخلف ويقوم بالمساندة الدفاعية بطريقة رائعة وجيدة. كذلك اليوم كان رائعا من ناحية خلق فرص للزملاء وإعطائهم كرات في العمق وراء ظهر المدافعين. أداء جيد رياض محرز اليوم، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. وهذا هو كل شيء بدنا بخصوص اليوم، فلا تنسى الاشتراك وإلى اللقاء.